مراجعه الثالثه العقد باقي عند العدو ما قديتوش باقي ما قديتوش مع العدو كتعيط لك ايه كتعيط وقع على انت انا عارف اش تقول شي هضره فهمتي اش تقول لي بغاش تقدر تكون كتفرج في هذا اللايف المهم هاد السيده كنت كنبغاها ولكن ملي وصلت معها لواحد النيفو ديال ان طيحت ولدي وباش غنعرف ديتها ديتها النهار اللي شدها الوجع ديتها دكيت لها برا في حي الحسني في ليرجونس بالليل ماشي 3 الصباح ديتها دكيت لها برا ديال الحريق وانا داك الفرمليات كاملين وكاين واحد الدري صغير عقلت عليه باقي بين عينيا ولي دك لها برا قلت لي خويا راه سي بوسيبل تكون حامله انا عارف معاودش درت تيست الغد ليه جيت الخدمه خدام انا في باركين جيت انا للخدمه السيده كتعيط عليا كتموت وانا عندي صور ديال بنادم خليتهم في واحد الشركه مونديال باركريس حطيتهم عندهم قلت الله يرحم الوالده راه كاينه كاين خلوني نمشي للسبيطار نمشي للسبيطار هزيت مشيت ليرجونس ديال موريزكو عيطتها في موريزكو سميتها وكنيتها هادشي كامل عندي الادله ديالو راه غنمشي ليرجونس اي بلاصه نمشي ليها غناخد بالي مشيت لموريزكو عيطتها عطوني نمره 97 دخلت تلقى بنادم بزاف وهي كتوجع طايحه الله قلت لها نوضي يلاه قلت لها صافي ديني الموت في الدار هادي اسمح لي يا المسامحه انا هادي قلت لها صافي غلط طلع ماشي مشكل صافي بيناتنا قلت عليا انا مسامحك شوف الله واش يسامحك حيت هذيك راه روح ديت عند واحد الدكتور عندنا هنا في المعارف جبتها للكلينيك ديال لا سي ان اس اس واحد السيده كانت بنت جيراننا الله يخليها والله يطول في عمرها الله يخلي لها وليداتها كتعامل معايا تعاملت معايا قبل هي اللي دوزت لها وما خداتش ما عندي تشريع بقيت غنمشي عند ديك السيده مشيت عند ديك السيده ما لقيتهاش جيت هنا للمعارف شي دراري كتحط عندهم شي فلوس خديتهم من عندهم خديت من عند الدراري ديك الفلوس هي اللي كتعيط واقيلا هي اللي كتعيط هي اللي كتعيط علاش كتفرج في اللايف هاي هي اللي كتعيط المهم جيت خديت شي فلوس معاك خديت 1000 درهم من عند واحد الدري وهادي ما كانش عندي مشيت عند ابو الله يجازيه بخير عند الدكتور في التربع ما دخلتش عنده كيدير لا فيزيت 600 درهم فيزيت فاز انا ملي مشيت عنده قال لي المونطو قلت له ما عنديش قال لي شنو عندك قلت له عندي 200 درهم دابا غنمشي للدرب نجيب لك فلوس ونجيب قال لي ما تجيب لي هو دخلها دار لها التلفازه دار لها كل شيء خرج لي واحد التحليله مشيت درت هذاك التحليله قال لك واش غيكون حمل حيت هذاك الشيء اللي لقى عندها في كرشها ماشي جاني باقي دم ما عرفوش شنو قال لي يقدر احتمال يكون واحد المرض الا كان هذا المرض راه نحتاجو نديروه غنديرو ليرين واش نكتب لك ليرين درت فيها بحال هكا قلت لي كتب قال لي لا بلاتي غنعطيك واحد الدواء غتشربو 10 ايام الا ما هبطش داك الدم يعني يقدر يكون مرض يقدر يكون جنين مات غتدير ليرين باش تعرف شنو كاين عطاني الدواء مسكين هو عطاني واحد جوج بواطات ديال الدواء من عنده قال لي تاخذ هذا الدواء هذاك الدواء اللي خرج لي الاول وزادني هذا الدواء قال لي بلاتي نعطيك واحد الدواء ما عندي وناض مسكين جبدو عطاني هذاك الدواء الله يرحم ليه الوالدين كاينين ولاد الناس كما الحمد لله معاملتنا حنا كولاد الناس كنلقاو ولاد الناس الحمد لله الحمد لله انا خويا انا كون كانت عندي امي وبا الله يرحمهم كان يدخلوا يديروا الصالح بيناتنا وهذه غيعيط على والدي يا انا والدي انا فريد انا مبلوكيني يقدروا الكبار مثلا يتفاهموا ما عندي حتى واحد كاين الله سبحانه وتعالى وهاد السيده دابا كنتفاجئ ان داكشي باقي في فرشه وخدا الدواء وهادي دازت عليها 3 ايام باقا كتشرب في الدواء خرجت عاوتاني من الدار هربات وخلات لي الساروت معلق في السرجه ودات جميع الوثائق اللي كانوا عندي في الدار عقود الزواجات القدام جمعات وكلشي داكشي الوراق ما علماتش واش راه غتمشي ما قالت لي والو ما علماتني ما قالت لي حتى شي حاجه خرجات راسها ملي خرجات كنشوف في التليفون كنلقى مخليه ليا ميساجات نقدر نقراهم عليك دابا كلشي باقي عندي الا كانوا ميساج قالت لي منير ما نقدرش نكمل معاك الساروت علقته مورا السرجم اللي مسدود معلق في الكرياج السرجم مسدود مورا معلق ما نقدرش نكمل معاك سلامات على فراسك انا اصلا مريضه ما بقى لي والو في هاد الدنيا صافي الله يسهل عليك باي صافي ما بقاش تصوني ليا انا ما مرتاحش تما صافي الله يهديك هادي عاد باقي كلشي عندي كنت فاجئ ان الواعره هي ملي كندوي مع بواه اللي باش غيقدرني غيديرني انا ولده كندوي معاه كيقول لي هو بغا تطلق طلقها هو تيقول لك طلقها وانا مشيت عند العدول
باش ناخذ الورقه ديالي بقيت ما مسينينش حنا بجوج وما بغاش يعطيها لي. البارح مشيت لعندو قلت ليه خويا راه بغيت ديك الورقه ديالي، قال لي لا راه هي رجعت المحاميه ديالها وخذات الورقه. هي عندها اللي وقف معاها مشات عندها محاميه وخذات الورقه، وانا ديك الورقه ما مسينيش فيها، شكون اللي غيسيني فيها؟ المحاميه. اذا كيف ما عطيتها هي للمحاميه تقدر تعطينا انا اللي عندي لله سبحانه وتعالى. كاين الله ما كينساوش، راه كاين الله. وهاد السيده ملي الواعره ديال البارح هضرنا مع انا وهذاك السيد العدول ودرنا غنتلاقاو بالليل وغنشربو قهوه ونحطو النقاط على الحروف، وهذا العدول كان معاه. وملي درنا وقيته باش غنتلاقاو وصل الليل وصلت 9 ما عيط عليا حتى واحد، انا كنصوني ما كيجاوبني حتى واحد، لا العدول لا حتى الليل عاد باش عيط عليا العدول. قال لي تلقى غنتعيطو وعيطو، عيطت لقى لابيل ديالي مع الصباح يلا فاق عيط عليا. انا عيطت ديك الساعه على خالها وما جاوبنيش، خالها عاود عيط عليا لقيت لابيل ديالو عاود تعيطت عليه. قلت لها خالي كي داير بيا؟ خالي راه هاني عاد. قلت له واش ما فراسك؟ قال لي ما فراسي والو. قلت لها خالي راه كاين وكاين وكاين وكاين، ما عاودش لي كاع لي ديطا اش واش نوكي اش شويه من داك الشيء. تنتفاجئ ابوها كيعيط عليا كيقول لي ولا انت ماشي علاش معيط على خالها وهادي وبيناتنا المحكمه. اليوم في الصباح عاود تعيطت عليه لدرجة اللي قلت ليه عندنا راه كاين وكاين. اليوم اكتشفت واحد الهضره اخرى من عند واحد السيده قالت لي راه مرتك راه قطعي لها نهار ثلاث غدا الامارات. عيطت على بواها بغيت نقول لها شنو كاين، قلت لي واش غدا الامارات ولدي عارف فيه شي كلام. جدي وبا اللي ما عمرهم شافهم هو والدي اللي ما كتعايروا كاملين. قلت لي الله يرحم الوالدين وقطع عليه وعاود تعيطت عليه وما جاوبنيش. وما عمر شي واحد عيط عليه حتى دابا هي كتعيط جوج ديال لي زابيل وهي كتعيط. مشيت اليوم ما قال لي الله بقى عندي غير الله من هذا المنبر الاعلامي فهمتي اللي غيوقف معايا. الله يرحم لي الوالدين. انا هاد السيده ما درت لها والو، ما جريتش عليها، ما اديتها، ما ضربتها، ما والو، هربات راسها. دابا هي غدا نهار ثلاثة اش خليك انت هنا؟ اش خليك؟ على ديك اللعبه راه شافت الاخر تزوج بسعودي واش عمروا لها راسها واش هي ما تعرف شنو كاين شنو تعطرات بنادم ما عمرك تعرف شنو كاين. تقدر تكون كتبه لي وجه وجه اخر على برا الله اعلم ما تعرف شنو كاين. تنتفاجئ اليوم ما غاتمشي للام ان غادا نهار ثلاث الامارات. شنو هو زعما غاتمشي وغاتخليني انا معلق؟ كتقول لي راه غندير وكاله لامي، هي كتقولها وعندي مساج ديال غندير وكاله. قلت لها كيفاش وكاله؟ شوي انت دابا مع ما. انا ولي انا مع امك واش انا باعي لك بارطما؟ باقي عندي المساج ديالها وديالي، انا راه ما نزيد عليها ما نقص عليها. هاد السيده بغيت شي واحد يتدخل في هاد الموضوع هذا، الله يرحم ليكم الوالدين وش المغاربه. هاد السيده الا مشات الامارات زعما عادش خليك مادب. انا باقي صغير وغادا الحياه قدامي، تقدر كيف ما تكون هاد السيده تكون وحده اخرى وتكون 10000 وحده في حالها وكاينين بنات منها. هاد السيده بغات تمشي زعما واش تخليني معلق؟ ما انت مزوج ما انت مطلقه ما انت مطلقه وهي تمشي تعيش. كانت معايا غير وحده شتونا غير رجال الامن لي كارت ديالكم غنلقاوكم مزوج غناخذ لا كارت غيبونشيني غنلقاني مزوج يقدر يدير لي الفساد تقدر هي من الامارات تابعني. وهي تما ما يتابعها ما يتابعها حتى حد. هذا هو خويا اللي كاين. انت تخليني مرتك منير؟ مرحبا 06 17 67 90 37. الرساله لاي محامي اي واحد قدر اللي بغى يتعاون مع هاد الناخو الصغار. انا ما عنديش مو ما عنديش با ما تهضر مع خوش ما قدرتش نقول لهم تهضر. انا التجأت اليوم الصحافه واش كاينين كاين كلشي بغيت هاد الناس ياخذوا لي حقي. السيده اللي مشات خرجت للمطار خرجت من المغرب انا ضعت ام معلق. انا من نهار مشيت اشنو كنعس حتى انا شو عينيا كيداير معذب خدمة ما كنقدرش نخدم وليت عبارك ومسوه عد السيد عدتني في حياتي. الله يحسن كاين الله سبحانه وتعالى. إذا المشاهدين كنتمناو من أي محامي من أي مسؤول قدر يوقف مع هذا الشاب ويعني ويتعاون معاه كيف ما قال هو ما باغيهاش زعما هي ترجع ليه ولا شي حاجة هو باغي ما يطرش لي واحد المشكل. هي ملي غتمشي يعني الإمارات هو غيطبق عليه هنا القانون يعني بغي مثلا يعيش حياته ولكن هي ما غاديش تطبق على القانون. تما هو بغي يتحل المشكل يطلقوا ينفصلوا مع بعضياتهم ما بينتهمش دراري يعني صافي ما تفاهموش يطلقوا الله يعاون الله يعاون. هي بغات ديرها ليه كيف ما قال كيف ما جا على لسانه يعني باش تمشي باش تخليه هو هنا معذب وكيف ما صيفطات لي في أوديو وأنا سمعت الأوديو في ودني بودني يعني
شهاده لله عز وجل وعنده الاوديو سمعوا لي، احنا ما نقدروش نبارطاجيو ولكن انا سمعته. انا قلت لي غنخليك معدل وهذا هو المشكل. يعني الا مشات هي نهار ثلاث وخادره التراب الوطني هذا السيد غادي يتعذب هنا. فاي واحد يقدر يساعد يوقف معاه باي معلومه بمحامي من الناس ديال الامن من السلطات، الرقم ديالو هو 0917 67 90 7 و3.